مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة في أغلب مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، فيما تشكلت بعض الغيوم الركامية الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية. الصور الرقم الاصطناعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم أو عفوا خرائط الهطول المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى وخلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع فوق المرتفعات الجبلية، في حين لا توجد أي فرصة لهطول زخات من الأمطار في باقي مناطق المملكة. يوم الجمعة أيضا تتراجع فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية لتصبح محلية الطابع بشكل أكبر مقارنة بنهار اليوم، في حين تبقى الأجواء صافية ومشمسة وحارة في باقي مناطق المملكة. يوم الأحد أيضا تستمر المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار تبقى محلية الطابع أيضا في فوق مرتفعات جازان وعسير، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة وصافية ومستقرة في باقي مناطق المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 31 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض تبقى الأجواء شديدة الحرارة ومرهقة، الجمعة 47 إلى 31 درجة مئوية، يوم السبت 47 إلى 30 درجة مئوية، ويوم الأحد 46 إلى 30 درجة مئوية. استعرض الآن وإياكم الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأها بالمنطقة الشمالية، تبوك 40 إلى 27، سكاكا 43 إلى 30 درجة مئوية، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في عرار. المنطقة الغربية، مدينة جدة 34 إلى 29 درجة مئوية، المدينة المنورة أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة 47 إلى 33، مكة المكرمة 42 إلى 30، والطائف 35 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع، أبها 31 إلى 21، نفس الأجواء والحرارات في الباحة، وجازان 40 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 46 إلى 34 درجة مئوية، أجواء شديدة الحرارة ومرهقة في حفر الباطن 50 درجة مئوية، حرارة عظمى أما الصغرى 32، وأيضا الأحوال الجوية في الإحساء شديدة الحرارة ومرهقة مع 50 إلى 34 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، أجواء شديدة الحرارة مع 47 إلى 31، بريدة 45 إلى 28، وحائل 42 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.